وبالتالي يعني تأهل للتصفيات الأولية لتشامبيونز 16. عموما نادي مارسيليا في نفس الموعد طبعا، بينما يتساوى بنيدر مع مارتن تيري مهاجم نادي ران ب 21 هدف. كرة لمصلحة المدافع روبن أكويلار، يعني تكون الأمور معاكسة. عموما بلاي يلعب بوضعية مماثلة، منافس فرصة يعني تسجيل حضور قوي. ضيوف بلايلي حضر كرة على مشارف منطقة الجزاء، التوافق والاتفاق واضح في تنفيذ الكرة بذكاء، بالتالي من حضر من جمهور براست في ملعب. تحويل اتجاه اللعب بشكل كامل عند يوسف بلايلي، مؤثر دائما في أداء نادي براست. بلايلي نادي براست يقف بثبات في تمركز الدفاعي، لازال يعني قادر فريق براست على حماية تقدمه وأفضليته، وأيضا يقود هذه الهجمات العكسية المؤثرة. لقطة خطيرة من جديد، فرصة كبيرة بلايلي، توغل جميل. بلايلي قدم هدية على طبق من ذهب، كورة غير عادية بالمرة أمام إيرفان كارا، يمر يتوغل. يتدخل أيضا لمسة عرضية كومان، كرة من هناك لصالح بلايلي مجددا. يوسف بلايلي محاولة توغل وتقدم. بلايلي جول، يوسف بلايلي يسجل هدف خيالي، هدف رائع، هدف استثنائي. يوسف بلايلي هدف سينمائي لمصلحة نادي براست، مهارة استثنائية، كرة غير عادية. يوسف بلايلي يتقدم ليطيح بدفاعات موناكو وفي الحارس ألكسندر نوبل أيضا. في لقاء اليوم لاحظ يعني هذه مجمل اللمسات، 27 لمسة بالنسبة لبلايلي، محاولة على ربما لا يحتسبها حاكم اللقاء الذي يشير إلى ركلة جزاء. يعني لمسة بلايلي واضحة جدا للكرة، نادي موناكو يتأهب. بنيدر يسجل على يسار حرب.